ضمة القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدفن ابنته زينب الكبرى فنزل ودعا الله سبحانه وتعالى أن يقيها ضمة القبر، وقال إن الله سبحانه وتعالى خفف عنها لكنها ضمت ضمة، لو ضمها حي لخالف بين أضلعه، يعني هذه الضمة بعد الاستجابة. وهذا يشترك فيه الكبار والصغار، يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن، يشترك فيه المسلم وغير المسلم، يشترك فيه الرجال والنساء. ضمت القبر وكأنها انتقال من عالم إلى عالم، ومن وضع إلى وضع، ومن حياة إلى حياة أخرى، ولا يخلو من ضمة القبر أحد، لا مؤمن ولا فاجر.